اولا كنشكر كاع الناس اللي صيفطات لي ميساج ولا عيطات. كنبغي نطمن الناس والحباب على الحاله الصحيه ديالي. الحمد لله انا مزيان، ما كان معليا، كاين بعض الجروح خفيفه لكن الحمد لله كل شيء مزيان. شوف تي في تعرضنا لواحد حادثه سير في واحد الطريق ديال مدينه الحسيمه، واحد الطريق اللي خايبه بزاف. اللي بهذه المناسبه كنبغي نقول يعني الناس ديال الدوله والسلطات انهم يقادوا ديك الطريق ويصوبوا ديك الطريق، لان ديك الطريق الواحد يمشي فيها بحال اللي كيحاول ينتحر. لان شوف تي في بوهيما الطريق خايبه بزاف، ما فيهاش الضوء، ضيقه، ليست صالحه حتى للمشي. يعني ديك الطريق ما تقدرش حتى تمشى فيها، فما بالك اذا سقتي فيها. فالحمد لله ربي حفظنا البارح، ربي عطانا عمر جديد. اما يعني الله ياخذ الحق فهاد الناس اللي ما كيديروش خدمتهم، الله ياخذ الحق في الناس اللي كتعطى لهم هذه المهام انهم يصوبوا الطرقان وما تيصوبوهاش. هذه رساله مني من بدر سلطان للسلطات انهم يقادوا ديك الطريق، لان فريمون الواحد اللي مشى فيها راه كينتحر وكيقضي على